تعبان انا ومكسور، وانت الشفا في ايديك. مهموم انا وبرمي كل همومي عليك. محتاج انا وعشمان الاحتياج فيك، وفي احتياجي وضعفي برفع صلاتي ليك. وانا بصلي واقف على الباب ومستنيك يا سامع الصلاة. وعشان انت الاله اللي ملناش سواه، ايماننا فيك وفي قدرتك بيمنحنا الحياة. وعشان انت الاله اللي ملناش سواه، أحبائنا بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج قوة الصلاة. وكل سنة وكل أحبائنا اللي بيحتفلوا بالعيد 25 ديسمبر وهم طيبين، كل سنة وكلنا طيبين. الحلقة اللي فاتت نهاية الحلقة، وكنت بتمنى وبصلي إن الأسبوع دوت يفوت من غير أي أحداث تؤلم العالم، ولكن وكأن إبليس لا يزال مصر على الضلمة إنها تفضل في العالم، ولا يزال على موقفه، بل يزداد شراسة وسوءا. وطلعنا الأسبوع اللي فات بعدة أحداث عالمية وعدة أحداث محلية، منها حادث برلين، منها وفاة الشهيدة ماجي، منها امبارح توفت الشهيدة رقم 27 الأخت إزيس، أو أنا يعني حقيقة مش متذكرة الاسم، لكن إزيس أيوة. فهو يعني إحنا وكأن الأسبوع مش عايز ينتهي إلا بأحداث لا تزال دموية، ولا تزال فيها ضحايا، ولا تزال فيها إصرار من عدو البشر وعدو العالم وعدو الرب إن هو يأثر على العالم بوجوده وبسطوته، ولا يزال مصر إن هو يكون رأي السلطان هذا الهواء. ولكن لسه عندنا وعود في الكتاب، وكأنها وعود بتقول الكلام ده مش مظبوط. لما يظهر جند والسماء ويظهر في وقت ميلاد المسيح ويقولوا على الأرض السلام، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وللناس المسرة، وكأن الوعد دوت مش يأبأ أن يتحقق في العالم الحالي، وكأن دوت مش مظبوط، وكأن كل الأحداث اليومية اللي بنشوفها اللي هي أصبحت للأسف يومية بتقول ان الكلام المكتوب في الكتاب دوت مش مظبوط. ازاي هيشرق نور في الظلمه؟ ازاي كل دوت احنا شايفين ظلمه زياده، شايفين عدم سلام، شايفين وشايفين وشايفين. حلقه النهارده وعلى الارض السلام هنشوف السلام بيتحقق ازاي وامتى وعلى ايد مين. برحب بيكم مره تانية، وبرحب بيك يا دكتور. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه، واهلا باحبائي المشاهدين. النهارده الغرب بيحتفل بميلاد الرب، وعاوز أقول هل إحنا مفروض نحتفل ولا لا؟ الحقيقة إحنا هنحتفل لأن إحنا مش باصين للمشهد الأرضي، في جانب تاني للمشهد، مشهد سماوي. لو بصينا للمشهد الأرضي واللي كانت بتوصفه ساندي، المشهد مؤلم للغاية، لكن لو بصينا للمشهد السماوي هنلقى إن المشهد مفرح، مفرح جدا جدا جدا. أحبائنا اللي سبقونا الآن بيحتفلوا في المكان الأفضل. ده إيماننا ودي ثقتنا. المسيح بموته غلب الموت وأصبح ما فيش سلطان للموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ اسمحوا لي أقول من كل قلبي لكل أحبائي، كل سنة وإنتوا بخير وإنتوا طيبين، لأن ربنا وعد إن خير ورحمة يتبعنا. ومهما كانت الألام، ومهما كانت الصعوبات التي نواجهها، ومهما كان المشهد الذي نراه بعيوننا مؤلم، لكن بعيون إيماننا
احنا شايفين مشهد تاني كله افراح مع رب المجد يسوع. هنحتفل رغم الالام، هنحتفل رغم كل ما نراه من صعوبات. امين يا دكتور امين. وبحب انوه في بدايه الحلقه ان الحلقه لايف على الفيسبوك كمان، ولايف طبعا على اللايف ستريمينج على الويب سايت، وموجوده على مختلف الوسائل الاتصال الاجتماعي. فبنرحب بمشاركاتكم، بنرحب بطلبات الصلاه سواء كانت من خلال الاتصالات او من خلال الانبوكس في الفيسبوك او من خلال الكومنتس في برضه في الفيسبوك. برحب بيكم كلكم مره تانية. ومعانا كلمات من ماجي، كلمات بتقول فيها كلمه النهارده بقت بتوجهها للعالم كله، احب ان احنا نشوفها مع بعض ونرجع ليكم مره تانية. شيل منها اي زعل، خليها كلها فرحه وامل، واوعدك اني هعمل كل اللي عليا وهحافظ على احلى حاجه اديتها ليا. حافظ عليا يا رب وخليه دايما جنبي، خليه يا رب يقربني منك اكتر ويكملني ويعمل فيا ويحافظ عليا. في حياتنا شيل منها اي زعل، خليها كلها فرحة وأمل، ووعدك إني هعمل كل اللي عليا وهحافظ على أحلى حاجة اديتها ليا. حافظ عليا يا رب وخليه دايما جنبي، خليه يا رب يقربني منك أكتر ويكملني ويعمل فيا ويحافظ عليا. في حياتنا شيل منها اي زعل، خليها كلها فرحة وامل، ووعدك اني هعمل كل اللي عليا. تعالوا نكمل صلاة مع ماجي. ماجي دلوقتي في السماء بتحتفل مع المسيح. تعالوا نكمل صلاة ونطلب من رئيس السلام، من إله السلام، إنه يحفظ حياتنا، يحفظ ولادنا، يحفظ بلادنا. تعالوا نتحد مع بعض كلنا في بداية برنامج قوت الصلاة ونرفع قلوبنا لإلهنا. تعالوا نصلي من كل قلوبنا. حافظ يا رب، حافظ على شعبك، حافظ على أولادك، احمي سيج يا رب بسياج من نار. يا رب يا رب يا رب، إبليس بيحاول يشن هجمات عنيفة لأنه كان قتال للناس منذ البدء، لكن يا رب أنت اللي بتحفظ، يا رب أنت اللي بتحفظ، يا رب أنت اللي جيت يا رب تأدب السلام لأرضنا، جيت يا رب علشان تبطل الخزي والعار اللي عايشين فيه بسبب خطايانا. يا رب المجد، بالمجد يا رب جيت يا رب تنزع العداوة والأساوة والخصام والقتل وتنشر سلامك. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. يا رب بنصلي من أجل سلام يسود ويعم، يا رب يسود ويعم على النفوس، على الأراضي، على العباد. بنصلي يا رب إنك تبطل كل مخططات الشيطان. يا رب نثق يا رب إنك سهران، إنك سهران، وإحنا كمان يا رب سهرانين معاك. يا رب احنا رب بنقول لك يا رب لا تسكت لا تصمت. يا رب ابطل مشورات الشيطان، ابطل خطط ابليس يا رب، وتعالى بسلامك يا رب لاراضينا ولقلوبنا يا رئيس السلام، وليك يا رب كل المجد. امين امين. Thank you.
وانت معانا سنة كمان واحنا معاك كل لحظة فيها مرت حتى لو فيها دموع عشناها يا إلهنا في حماك سنة كمان بننور الأنوار سنة كمان هتبعت الأمطار كل اللي حلمنا بيه واللي صلينا ليه والقلب مستني البركة في الأنهار سنة كمان هنفضل نطلب وجهة سنة كمان هتيجي تحقق وعدك ونصلي ليل ونهار ونحرس الأسوار كمان واحنا معاك كل لحظة فيها مرت حتى لو فيها دموع عشناها يا إلهنا في حماك سنة كمان بننور الأنوار سنة كمان هتبعت الأمطار كل اللي حلمنا بيه الأسئلة المهمة اللي المفروض نسألها لنفسنا النهاردة ونعرف إجابتها هو فعلا النور أشرق في الظلمة؟ هو فعلا في سلام على الأرض؟ هو فعلا في أمور ممكن تتحقق من الكلام الموجود في الكتاب؟ يمكن أسئلة كتير إحنا بندور على إجابتها في أماكن غلط ويمكن الأرض كأرض كناس بتقول حاجات عكس اللي موجود في الكتاب خالص ولا موجود سلام ولا موجود نور بالعكس الناس بتشوف ضلمة في ضلمة يمكن ده أول سؤال ليا ليك المسيح جه جايب نوره وجايب سلامه المسيح جه مادد إيديه في ناس بتقبل
وفي ناس بترفض. الناس اللي بتقبل بتتمتع باللي بيقدمه، والناس اللي بترفض بتتحرم من اللي بيقدمه. جايب نوره يشرق، لكن في ناس أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، فرفضوا نوره وأصروا أنهم يعيشوا في العتمة. هم اللي اختاروا كده، رغم أنه هو جه يشرق بنوره على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. هو جه يقدم السلام لأنه هو رئيس السلام، ملك السلام، إله السلام، هو السلام نفسه. في ناس قبلوا المسيح، اللي قبلوا المسيح وساد المسيح على حياتهم اتمتعوا بهذا السلام، لكن للأسف الشديد رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، خلى كثيرين من أبناء المعصية يرفضوا رسالة المسيح ويرفضوا اللي جه بالمسيح، ويجيبوا أفكار تانية ويقولوا الأفكار دي إحنا أفكار طورناها، المسيح جه لناس معينة لكن إحنا جايين برسالة تانية لكل الناس ولكل العالم. أي رسالة دي؟ أي رسالة بعد رسالة السلام اللي جابها رئيس السلام؟ هل رسالة الحرب؟ هل رسالة القتل؟ المسيح يريد أن يقدم سلامه. إذا خضع الناس للمسيح وتركوه يملك ويسود يبختهم، هيتمتعوا بالسلام العجيب. لكن إذا رفضوا الناس رسالة المسيح ودوروا على حاجات تانية وأفكار تانية، عليهم إنهم يدفعوا الثمن، وده اللي شايفينه في العالم النهاردة. العالم اللي لو خضع لرسالة المسيح ده هيؤدي إلى تطور، ده هيؤدي إلى سلام، ده هيؤدي إلى خير وازدهار. لكن إنهم يرفضوا رسالة المسيح ونقول نقبل حاجة تانية. والنهاردة احنا بنحتفل، فأنا مش عاوز أقول كلام يجرح أي حد، لكن أنا بجاوب على السؤال اللي للأسف الشديد يعني ساندي زنقتني فيه في بداية الحلقة، فخلتني أقول هذا الكلام. اللي بيحصل في العالم من قتل، من دمار، وراء رسالة تانية مختلفة تماما عن رسالة المسيح. إيه رأيك؟ أي رسالة أنت هتقبلها؟ هل هتقبل رسالة المسيح؟ ولا هتقبل رسالة تانية ممكن تدفع إلى، مش عاوز أقول غير كلمة عدم السلام. كل الصور اللي شفتوها من صور البشعة هوصفها بأنها عدم سلام، مش ده اللي المسيح جه من أجله. جاوبتك؟ نوعا ما. أمين أمين، أنا متفق مع كل الكلام اللي أنت قلته، لكن لا يزال الكتاب أوضح الحالتين، إن الهوى دوت، العالم دوت، هو وضع في يد الشرير، وفي نفس الوقت بيجي جند من السماء وبيعلنوا إن رئيس السلام موجود على الأرض. تتنفذ الوعود الكتابية أو النبوءات اللي كانت مليانة في أشعياء عن ميلاد العذراوي، عن مجيء الرب، عن كل النبوءات الخاصة بالميلاد. يمكن كتير بيقولوا أشعياء هو النبي الإنجيلي، يعني اللي قال نبوات عن تتميم وصف ميلاد المسيح، وصف صليب المسيح، كما لو كان إنجيل خامس بالضبط. باجي النهاردة وبشوف في ناس بتشوف، طيب ما أنا اللي على الأرض السلام، لو واقعيا أنا مش شايفة سلام، لو حقيقة أنا مش شايفة سلام، لو فيش بلد في العالم، وخلينا واقعيين، فيش يعني ما فيش بلد حقيقي، ما فيش بلد بتقول أنا السلام يعم أراضية، وبالتالي أنا أقدر أقول أن النبوءة دي أو الكلام اللي قاله جند السماء وقتها تنطبق على البلد دي. أي بقعة من بقاع العالم هتقبل رسالة المسيح وتدي فرصة للمسيح يملك ستتمتع بالسلام، وأي بقعة من بقاع العالم سترفض رسالة المسيح وستقبل رسالة أخرى هيحصل اللي أنت شايفاه دلوقتي في العالم. فهنا الأمر بيتوقف على مين؟ الأمر بيتوقف على إرادة الإنسان. الله دائما يحترم إرادة الإنسان. أشكرك. أنا بقدم، ربنا بيقدم، مين اللي هياخد؟ ربنا بيقدم السلام، مين اللي هياخد؟ ربنا بيقدم السلام وإنت في منتهى القلق والخوف والإنزعاج،
رئيس السلام النهاردة عاوز يقدم لك السلام وإحنا بنحتفل بالكريسماس، هل تقبل سلامه ولا أنت مصر أنك تقفل قلبك؟ الحل موجود، الحل موجود عند إلهنا القدير، الحل موجود عند رئيس السلام، بس هل يا ترى أنت هتقبل ولا أنت هترفض؟ الله لا يقتحم الإنسان يا ساندي، الله يحترم حرية الإنسان. في بلاد كانت بعيدة عن المسيح، عايشة في الظلمة، أذكر البلاد أنا الحقيقة نسيت اسمها إيه بالظبط، لكن كانت نسبة الإيدز بسبب الخطية بدأت تنتشر بعنف، وقالوا البلد دي هتتشال من الخريطة والناس كلها هتموت بسبب سرعة الانتشار. قول للمسيح، وكان عندهم أزمة اقتصادية طاحنة، خلال 5 سنين حصلت المعجزة، حصل انحصار لنسبة المرض عندهم، حصل تحسن في الاقتصاد بصورة غير عادية، لأنهم ملكوا رئيس السلام، ادوا له الفرصة. كل بقعة في الأرض تعاني، أنا رأيي أن المسيح هو الحل، قلت وهقول وهفضل أقول، لأنه ما فيش حل تاني، المسيح هو الحل. يمكن الناس بتحاول تجرب حلول تانية وأعتقد أن الحلول التانية بتفشل، لكن الكتاب واضح، جاءت الملائكة تبشر بفرح عظيم، جاء المسيح يحمل النور، يحمل الخلاص، يحمل السلام. هل نقبل أم نرفض؟ دي قضيتنا. بس لو رفضنا ما ينفعش نعاتب ربنا، لو رفضنا ما ينفعش نلوم ربنا ونقول له ليه أنا بديكي حاجة أنت ما رضيتيش تاخديها، ما تلومنيش، أنا قدمتها. وربنا بيقدم بلا ندامة، بيقدم بكل محبة، بيقدم دون انتظار للمقابل، بيقدم من غير ما يحط شروط. يعني نقول إن الشروط دي تعسفية الإنسان يعجز عنها، ربنا بيدي، ربنا بيمد إيدك، بيقول لك مد إيدك وخد، مش طالب منك أي حاجة، مش طالب منك إنك تتغير، مش طالب منك إنك تبقى أحسن، مش طالب منك حاجات معينة تقول أنا مش قادر أعملها، لا، هو طالب يا ابني أعطني قلبك. ربنا طالب إنك تفتح قلبك دلوقتي وتقول له رب أنا جاي لك زي ما أنا، جاي لك بضعفي، جاي لك بعجزي، جاي لك بخطاياي، جاي لك بترمي عليك وبشكرك من أجل إنك أنت اللي جاي تدور علي. كلامك على قد ما هو يعني واقعي جدا، وده حال الرب معانا، هو عاطينا إرادة حرة لاختياره أو عدم اختياره، وبالتالي هو بيحترم هذه الإرادة في اختياراتنا إحنا. كتير بيسألوا حقيقي، وانت عارف الكلام دوت، احنا مسلمين امورنا لله ومسلمين حياتنا لربنا، لكن مش شايفين ولا السلام ولا النور في حياتنا، فين الخلل في المنظومة دي؟ انا بقى يعني بضيق الدايرة، لو احنا بنتكلم على ارض انا بضيق الدايرة شوية على اشخاص. في قوتين بيشتغلوا، ربنا بيعمل والشيطان في نفس الوقت بيعمل، ما نقدرش ننكر أن الشيطان يعمل بأكثر قوة. الشيطان الآن جايب آخر ما عنده، أنا خاضع لمين؟ أنا منحاز لمين؟ أنا منحاز لربنا ولا منحاز للشيطان؟ لو أنا ديت الفرصة لربنا يبقى أنا هتمتع بالربنا بيقدمه، لو أنا مديتوش الفرصة وسمعت لكلمات الشيطان وسمعت الرسائل الشيطان يبقى أنا اللي عملت ده لنفسي. ده اللي مش عاوز أدخل، لأن إحنا النهاردة بنحتفل بالكريسماس، ده الصراع اللي الكتاب بيتكلم عنه بين الجسد وبين الروح. أنت بتكلمي عن ناس إدوا فرصة للمسيح، لكن إلى أي مدى إدوا الفرصة دي للمسيح؟ في ناس للأسف الشديد بيدوا فرصة محدودة جدا للمسيح، المسيح بيشتغل من خلال الفرصة المتاحة، يعني أنا أديته مكانة أكبر هيشتغل. أنا دايماً أقول قلبي 4 أوض زي ما تعلمنا في التشريح في كلية الطب، أحياناً أبقى عاوز أديله أوضة واحدة، هو عاوز يملك على القلب كله، وعاوز أحتفظ بحاجات تانية. احتفاظي بأي شيء في حياتي من غير ما أقدمه للمسيح، من غير ما أكرسه للمسيح، هو اللي بيخليني أعاني كل المعاناة. فالحل أن أعطي كل حياتي للمسيح. فرصة وإحنا بنحتفل بالكريسماس وبنهاية سنة إننا نعيد حساباتنا ونقول له رب تعالى أملك على حياتنا، يا رب بنملكك
كل حياتنا، كل أفكارنا. يا رب بنعترف إن إحنا لينا مخططات خاصة بحياتنا، إحنا كل ده بنلغيها وبنقدم لك حياتنا ورقة بيضة، بنقول لك إنها ملكك، اكتب عليها زي ما أنت عاوز، شكلنا زي ما أنت عاوز، لا نريد إلا أن نعيش في رضاك. أمين يا دكتور. أنا هرجع للحلقة اللي فاتت في رسالة كنا وجهناها. الحلقة اللي فاتت كانت بعد تفجير كنيسة البطرسية، ولقينا ان احنا بنوجه رسالة، مش هقول اضطرينا نوجهها، بس اضطرينا نعلنها بشكل قوي وعلني، ان من هنا ورايح مش صح ان انا اخبي على ايماني، مش صح ان انا اقفل ابوابي، مش صح ان انا افضل سايب اللي حواليا يفهموا ما يعني ما تم تعليمه ليهم. مش بقصد بس أحبائنا الغير المسيحيين، أنا بقصد المسيحيين نفسهم، لأن في كتير أفكار مغلوطة عندنا في إيماننا المسيحي نتيجة للمجتمع ونتيجة للثقافة اللي احنا تربينا فيها. احنا قلنا ان احنا خلاص من هنا ورايح لازم نبتدي نعلن عن إيماننا وعن حقيقة إيماننا، وأي أفكار مغلوطة موجودة حوالينا هنبتدي نعلنها. من ضمن الحاجات المؤلمة جداً وبيتم سؤالنا فيها عشرات المرات في خلال اليوم الواحد من أحبائنا الغير مسيحيين، حاشا لله إن هو يترك سماه ويتجسد، حاشا لله إن هو يكون أو يعني عن ما أنتم تصفوه، يعني حاشاه. وإن كان في نفس الوقت بيعترف الغير المسيحي إن المسيح هو كلمة الله، ويعترف بمعجزاته، ويعترف أنه هو خلق، ويعترف بمجموعة حاجات موجودة في كتابه، ولكن يجي على التجسد ويقول حاشا لله تعظم اسمه عن ما أنتم تصفوه. ليه بيعتبر التجسد هو مرحلة من مراحل التدني لله؟ عدم الفهم. يعني هو الله لأنه إله يقدر يعمل كل حاجة، والله تصور في شجرة، المشكلة أنه يتصور في أسمى خلائقه جسد الإنسان. الله يقدر يعمل كل حاجة. الكتاب بيقول في يوحنا والكلمة صار جسدا، والكلمة تصور في الجسد. خدوا بالكم، هو مولود لكن غير مخلوق، هو اختار بنفسه كإله لأنه يقدر يعمل كل حاجة أن يولد في رحم العذراء القديسة مريم، مش نتيجة لتزاوج. حاشا لله أن يتزوج، حاشا لله أن يلد وأن يتناسل. خدوا بالكم، في ناس كتير مش فاهمة كده، في ناس فاهمة أن ربنا اتجوز العذراء وخلفه، يعني حاشا أن نقول كل هذا. لكن الكلمة صار جسد، ده إيماننا، ده أعظم شيء ربنا حب يعمله معنا. واتكلمت في حلقات سابقة كتير جدا عن هذا الأمر. لو بمنطقية، إيه المشكلة أن ربنا يقدر يعمل كل حاجة؟ طيب إذا كنت أنت بتؤمن أنه هو خلق، هل لغير الله الحق في الخلق؟ لو قلنا على واحد خالق وأنا ما عبدتوش كإله، مش أنا كده أبقى مشرك بالله؟ لأنه مش ممكن حد يخلق. المسيح سيدين العالم، مين هيدين العالم غير ربنا؟ لو حد تاني هيشارك ربنا في ديانة العالم وهو مش ربنا، يبقى أنا شريك بالله. بيخلق، بيدين، لم ينخسه الشيطان، في صفات كتيرة جدا تقول إن ده هو الله. لكن يمكن بالعقل أنا مش قادر أتصور إن الله يبقى إنسان. الله يقدر يعمل كل حاجة، يقدر يعمل كل حاجة لأنه هو الإله القدير. وكنت قلت قبل كده قصة قالتها لي في أحد الحوارات الأخت هدى السايح، وهي من خلفية غير مسيحية، لما كانت مصدومة بقصة إزاي الله يتجسد، ودي كانت حجر العصرة قدامها. هي مبهورة بتعليم المسيح، أي حد بيبهر بتعليم المسيح، مفيش أحلى ولا أجمل من تعليم المسيح. لو طبقنا تعليم المسيح هيبقى المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، لو طبقنا. لكن المشكلة إن الناس رفضت تعليم المسيح. تعليم المسيح كلها محبة،
تعليم المسيح وصايا المسيح نصها محبة ونصها قداسة، ما يعني ما فيش أسمى ولا أعظم من تعليم المسيح. لكن كانت مشكلتها إزاي تقبل إن الله يتجسد. فالله حب يكلمها لأنه رأى إن قلبها صادق. لو أنت صادق في طلب ربنا، ربنا هيعلن ذاته ليك. لو أنت صادق، لو أنت مش متمسك بذاتك أو مش متمسك بانتمائك العرقي أو أنت تقول أنا فخور بكذا، الله مش هيقدر يتعامل معاك طول ما أنت متمسك. لكن أنت مش متمسك وصادق في طلب ربنا، ربنا هيتعامل معاك وهيعلن لك عن ذاته. فشافت نمل ماشي 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 ورايح ينزل في الحوض يموت، فقالت أنا شفت المنظر ده وقلت طيب أنا عاوز أوقف النمل، أقول للنمل يا نمل أقف، يا نمل هتموت. طيب الحل إيه؟ الحل قالت إن أنا أصير نملة زيهم، أكلمهم عشان يفهموا. ده اللي الكتاب المقدس بيقوله عن تجسد المسيح. الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء فضل يكلمهم بالأنبياء، يكلمهم بالأنبياء وهم مش بيسمعوا، جيب نفسه كلمنا في ابنه، جيب نفسه وتجسد علشان يكلم الإنسان، عشان يكلمه باللغة اللي هو يقدر يفهمها. وإذا كان الله يقدر يعمل كل حاجة، ليه ما يتجسدش؟ إيه اللي يمنعه من أنه يصير لكن لما يصير إنسان، هو مش إنسان زينا بيخطئ، لكن يعني لم ينخسه الشيطان، هو إنسان، هو القدوس كذلك، مش الإنسان المولود منك لكن القدوس المولود منك، هو قدوس لم يخطئ لم يزل، قال أسمى الكلمات، علم أسمى التعليم وعمل أعظم الأعمال، إنه الله الذي ظهر في الجسد. أمين. أنا بقف ناحية التجسد وقد إيه إن بنقول إن سر التقوى قد ظهر في الجسد قدام هذا القدوس، لأن لا يصح إن أنا أطلق عليه أي لفظ أقل من قدوس. وهذا القدوس يرضى ويتخلى عن ذاته ويكون هو النور للشعب السالك في الظلمة. فكرة النور وفكرة إن النور بيشرق فين بالظبط، وهاخد نبوة في أشعياء وعايزة أكلمك عليها شوية، لأن أنا بقصد إحنا كأفراد، إحنا ككنائس، إحنا كعائلات، إحنا كمجتمع، إزاي إحنا نكون نور؟ إزاي ميلاد المسيح الحقيقي هو يكون ميلاد مش بنحتفل بعيد ميلاد كل سنة زي ما كل واحد فينا بيحتفل بعيد ميلاده ونطفي له شمعة وانتهينا، لكن ميلاد المسيح هو ظهور سر التقوى في الجسد، والتقوى ديت المفروض ان هو دعانا ان احنا نكون قديسين ليه. هو ليه احنا حياتنا مش ثابته كده؟ وليه مش بتظهر كده؟ وايه الضعف اللي عندنا عشان يظهر؟ يمكن ده الجزء اللي انا هتكلم معاك فيه بعد ما اخد التليفون اللي معايا دلوقتي. معايا عاشقة المسيح، اهلا بيكي اخت عاشقة المسيح. أيوة نعمة والسلام، كل سنة وانت طيبين. وانت طيبة أختي، كل سنة وانت طيبة وكل عيلتك طيبة، وأمين يكون للرب قريب. أمين، ربنا يباركك. أنا أشكر ربنا حبيب قلبي عشان جيل كل الكون وجيل سلام وفرح، وإحنا نحتفل في اليوم ده مش نحتفل عشان نلبس ونطلع ونتفسح وكده وناكل لحمة، لا، عشان بنرنم وبنصلي وبنطلب الرب وربنا يولد في قلوبنا. اشكر ربنا حبيب قلبنا. عاشقة المسيح، عاوز اسالك السؤال اللي ساندي كانت بتساله لي. ايه رايك في فكرة ان الله يتجسد ويصير الكلمة صار جسدا؟ الامر ده بيمثلكيش مشكلة فكرية او عقبة عطلتك عن ايمانك بالمسيح؟ لا ابدا يا دكتور، عشان ربنا طيب وربنا نبع المحبة وبيحبنا. الكل زاغ وفسد وعوزهم مجد الله، عشان كده هو جي وتمجد وتجسد عشان اول الخطاة انا. أمين. واشكر ربنا وحبيب قلبنا، بالعكس هو محبة، هو جي عشان بيحبنا عشان كلنا، وطلب ومات وقام عشان كده بيحبنا كلنا، عشان كده احنا
نؤمن بيه ويدينا حياة أبدية. هللويا مجدا للرب. هللويا. أنا بحسدك على يعني فرحك وعلى سلامك. إحنا بنتكلم المسيح جيب الفرح، جيب النور، جيب السلام. للأسف ناس كتير جدا محرومة من فرحه ونوره وسلامه، لكن لما بتكلمينا الحقيقة بينط في التليفون يعني فرحك وسلامك واللي عمله المسيح في حياتك. طيب عاشقة المسيح، تقولي إيه للناس اللي مش بتتمتع بسلام المسيح لغاية دلوقتي، اللي مصرة إنها ترفض رسالة المسيح، ترفض سلامه وترفض نوره، تقولي لهم ايه النهارده واحنا بنحتفل بميلاد الرب يسوع؟ صدقني يا دكتور انا ببكي دموع عشانهم، بصلي لهم يا ربي باسم يسوع، باسم حبيبنا وفدينا، يعرفوا الرب عشان يعرفوا الرب، والرب طيب. عشان لو هم ما بيعرفوش الرب، هم زي انا كنت قبل كده، كنت ميتة، كنت مش عايشة. بس انا دلوقتي اشكر حبيب قلبي اللي داني سلام وفرح وفرحانة. اليوم رحت الكنيسة وأنا فرحانة برنم هللويا مجدا للرب. والسلام سلام سلام، لو بيعيشوا مع الرب أحلى أحلى شيء مع الرب. لو إحنا ما نعرفش الرب إحنا ميتين، بس لو نعرف الرب أحيانا هو دانا حياة أبدية. وممكن دكتور أرنم شوية حتة صغيرة ولا؟ تفضلي. يعني نديكي عدد، تفضلي يا عاشقة المسيح. جاي الليل يسوع يا هالأرض انحني، صوت الفرح مسموع عم تضحك هالدني. جاي الليل يسوع يا هالأرض انحني، صوت الفرح مسموع عم تضحك هالدني. والناس سهرانين ببيوتهم دفيانين، سيوصل يسوع سيوصل يسوع. أمين. كل سنة وانت طيبة يا عاشقة المسيح، وشكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك ساندي. عاشقة المسيح جاوبت على السؤال اللي انت سألته لي. لا بس خد بالك، هي جاوبت إجابة عملية جدا 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 بحياتها. ده اللي أنا عاوز أقوله. يعني هي بحياتها أثبتت أن السلام الفرح قرار شخصي. بالضبط. لو هي دخلت قبل ما أنا أجاوب ما كنتش محتاجة أجاوب. في ناس بتقبل بتتمتع بالسلام، في ناس بترفض بتتحرم من السلام. أنا معاك ولسه، بس أنا لسه عندي أسئلة كتير لأن كل أسئلة أحبائنا. ربنا يبعت حد يجاوب من غير ما أنا أجاوب. أوكي، معايا الأخ سامي بديع من مصر. أهلا بيك أخويا. ألو. أهلا بحضرتك، حضرتك هوا. أنا بصراحة محتاج أكلم الدكتور إكرام وبمشي عليه وبمشي على الأستاذة ساندي. اتفضل. وكنت طالب كلمة صلاة من الدكتور إكرام. هو معاك على الهواء يا أنا أخوة. معاك، اتفضل يا أستاذ سامي. أيوة، ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك حضرتك، ربنا يخليك ويكمل تعب محبتك في المسيح ويباركك يا أستاذ سامي. ربنا يخليك. وأنا كلمت حضرتك قبل كده دكتور، وكان ربنا تنجد معايا، كلامنا من حوالي سنتين، كنت شغال في السياحه وكنت حضرتك عارف. انا فاكرك كويس قوي يا استاذ سين. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور، انا متشكر جدا وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وطالب كلمه صلاه لان ربنا يتمجد في موضوع كده في التامينات الفتره اللي جايه دي، ويا ريت بس يذكروني في كشاكيل الصلاه. امين. الاستاذه دولت والناس الكويسين مشكورين اللي هم بيقدموا محبه للمسيح. امين. واكون شاكر لفضل حضرتك. نعدك بالصلاه، وقريب تكلمنا تقول ان ربنا اتمجد في موضوع التامينات بنعمه الرب. امين اخويا. امين. وزي ما الرب ابتدى وبيكمل، احنا ما بنعرفش اله بيتدخل بالقطاعي ولا بيتدخل بشكل يعني جزئي وما بيعرفش يكمل شغله. الإله الذي أنا أعبده هو بيتدخل للنهاية، ولاده هو عارف يحفظهم كويس قوي. معايا بنت الرب من السويس. أهلا بيكي أختي. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا بيكي. أهلا بيكي، ممكن أكلم دكتور إكرام؟ اتفضلي. طبعا اتفضلي، أنا معاكي. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيكي. بقول لحضرتك يا بصي، أنا علاقتي حلوة بربنا. حلوة قوي. معايا دكتور؟ معاكي كويس وسامعك كويس قوي. طيب
بصي دكتور، انا علاقتي حلوه بربنا، بس كل ما اجي اقرب له ابعد عنه ثاني، وايماني بيه ايماني سلبي، وكل ما اجي اصلي من وانا عندي 15 سنه كل ما اجي اصلي ارجع بكتر، واصلي وارجع بكتر. فانا نفسي بجد اعرف ربنا كويس وان انت تصلي لي. هصلي لك دلوقتي وهنصح، وعاوز اقول لك انت ربنا بيشدك والشيطان بيحاول يشدك من ناحية تانية. في حاجات معينة تساعد الإنسان إنه يعيش مع ربنا، وهي المواظبة على حضور الكنيسة على قد ما تقدري. انزلي واحضري الكنيسة. أنا الكنيسة لازم كل جمعة أساسي، ده كل جمعة الكنيسة، والاجتماعات برضه بواظب. حلو خالص. وبتقري الكتاب يعني المقدس في البيت؟ بتقري الكتاب في البيت؟ لا، كل ما اجي برضه اقرا، وكل ما اجي اصلي برضه ارجع بطل ثاني. امين. هصلي لك دلوقتي وربنا يعني يبدا بدايه جديده في حياتك، بدايه مالهاش رجعه ثاني بنعمه المسيح. نفسي والله. بسم الاب والابن والروح القدس الواحد، امين. يا رب انا بحط اشواق عبدتك بين ايديك يا رب، واشواق كل انسان يا رب نفسه يعيش معاك، لكن العالم بيشده والشيطان بيشده. يا رب ادي نعمة، يا رب ادي نعمة، ادي نعمة. بقول لك مع عروس النشيد، اجذبني وراءك يا رب فنجري. يا رب تعالى قطع كل القيود، يا رب قطع الربط اللي الشيطان بيربطنا بيها وبيخلينا مش قادرين نمشي وراك. يا رب تعالى انت، يا رب تعالى وقطع الربط دي، تعالى ودينا نعيش معاك بأمانة، تعالى يا رب ودينا نعيش في رضاك باقي أيام العمر. ادينا نعمة يا رب، احنا بنفسنا ما نقدرش، لكن انت اللي تقدر يا رب. مكتوب الله هو العامل فيكم، اعمل فينا وغير. يا رب النهاردة يا رب عمل جديد يا رب يبدأ في حياة عبدتك وفي حياة كل إنسان بيصلي دلوقتي وبيطلب معونة وبيصرخ إليك. ابدأ الآن بداية جديدة يا رب، بداية جديدة في حياة هؤلاء، وأشكرك لأنك تسمع وتستجيب. آمين. آمين. ربنا يعينك. والحاجات اللي بتساعد قوي كمان، افتحي كتاب، خدي منه آية واحدة كل يوم. لو آية واحدة كل يوم هتعمل معاكي 365 آية في السنة. قد إيه حياتك هتبقى مليانة بالكتاب دوت، وهتبقى مليانة بالكلمة اللي انت قريتيها حفظتيها كل يوم الصبح. قد إيه بيفرق مع ناس كتيرة قوي، إن هم بيبقى عندهم مخزون يكلموا غيرهم بيه، ويكلموا أصحابهم، تكلمي أهل بيتك بالآية اللي انت حفظتيها النهاردة. قد إيه هتفرق معاكي، وهتخلي حياتك دايما في لهج مستمر بكلمة الرب. معايا الأخ أبو مهند من الأردن. كل سنة وحضرتك طيب أخويا الغالي. كل سنة وأنتم طيبين، وكل عام وأنتم بخير، وعيد ميلاد سعيد. وكل سنة وحضرتك كلمة طيب. كلمة تقول ماذا يعني عيد الميلاد؟ ماذا يعني عيد الميلاد؟ بصراحة إنني أعترف بعجزي عن ماذا يعني عيد الميلاد. هناك إنسان، هناك شخص واحد كان على أتم الاستعداد أن يضحي بالكثير، ألا وهو الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد الذي أتى من الأعالي تاركا الأمجاد السماوية لكي يصرف 33 سنة في وسطنا وعلى كوكبنا الأرض هذا المنحط روحيا. أخذ صورة عبد وصار في شبهنا، جرب في كل شيء مثلنا لكي يستطيع أن يعيننا. بل البشر تمادوا في أسيط لدرجة أنهم خلفوا على عصب الصليب، فذلك كي يخلصنا من خطايانا. نعم، ترك الله أمجاده السماوية وملائكته فحل فيما بيننا. أنا صوت مش واضح الحقيقة. بشكرك، أنا بشكرك مرة تاني، بس فعلا في صعوبة في الصوت. واضح إن لما المكالمة بتطول شوية بيحصل ضعف في جودة الصوت. بشكرك يا أبو مهند، وحقيقي كل سنة وحضرتك طيب. برجع وبقول إن النور لازم ينور، طول ما في ظلمة
هيبقى في نور، وطول ما في ضلمة النور بيعرف ينورها. لو احنا النهاردة مش نور يبقى احنا زينا زي اي حد تاني عايشين في الضلمة. خليك نور، ومعايا فيديو صغير خالص، خليك نور والنور دايما هينور، حتى لو ضد ما بيقولوا الناس لكن هيبقى لسه بينور. مع فيديو قصير ونرجع تاني. فليضيء نوركم هكذا أمام الناس، مش بس في وقت زنقة زي ما الفيديو بيقول، ولا وقت المناسبات. الأسبوع اللي فات ده كله كان نور حقيقي، رغم الظلمة اللي حوالينا ورغم أحداث التفجير وأحزمة ناسفة وشاحنة تخش في الناس، لكن اللي شفناه على أرض الواقع، ويمكن أكبر مثال أقدر أديه النهاردة هو مدام نرمين مامة ماجي. قد ايه اتملى صفحات التواصل الاجتماعي بصورتها وهي في جنازة بنتها وهي وشها كله سلام وكله نور، وقد ايه بالمشهد اللي تداوله كل ان الست دي ايمانها عظيم جدا، وقد ايه مثلوها بالعذراء ان جاز في نفسها سيف، لكن في نفس الوقت كانت هي لوحدها شهادة حية ماشية على الارض بينا ان السلام اللي الله بيديه مش زي اي سلام، رغم ان احداث الموت محيطه بحياتها دي. بنتها عندها 10 سنين، بنت يعني ربنا اختارها في وقت صغير، 10 سنين، 10 سنين بنت قد ايه ضحكتها ماليه كل الصور. هي البنت مش متصوره غير وضحكتها ماليه كل الصور. انا عاوز اقول لك ليه، لاني هي باصه على الجانب التاني من المشهد. زي ما بقول في جزء من المشهد أرضي وفي جزء من المشهد سماوي. الجزء الأرضي مؤلم جدا، لكن الجزء السماوي، وده يمكن الصورة اللي حاطين عليها إعلان الحلقة، إحنا حاطين ماجي بأجنحة. هي دلوقتي مش ملاك في السماء، هي في مرتبة أعلى من الملائكة في السماء. فربنا فتح عين الأم عشان تعرف المرتبة اللي وصلت إليها بنتها. هي في منزلة عظيمة جدا، هي فرحانة جدا، وده من إحسانات الرب ومحبته. عز قلب الأم بهذه الطريقة، إنه أعرفها بنتها فين. بنتها في السماء، فعلشان كده هي فرحانة، هي طالبة إن الناس يلبسوا أبيض، لأن المشهد السماوي هو اللي غامر عينيها. وأتمنى لكل أحبائنا اللي بيشاهدونا النهاردة عشان نفرح بالميلاد، مش هنبص لتحت لكن هنبص لفوق، هنبص على السماء، وهنعرف ان النقد بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماوات بناء من الله. والمسيح قال لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، مش مشكله، لان حياتنا الابديه هتكون كل حين مع المسيح. النهارده احنا بنحتفل هنا على الارض، وماجي بتشاركنا الاحتفال، لكن في المكان الافضل في السماء. ومامة ماجي عارفه السر
عارفة أن بنتها فرحانة في السماء، عشان كده هي بتتمتع بسلام المسيح. أمين يا دكتور، أمين. أنا قد إيه يعني فرحانة بيها. معايا التليفون من دكتور عاطف. أهلا بيك يا دكتور. أهلا، صباح الخير. صباح النور، وحشتني يا دكتور. الحياة افتقدناك يا دكتور عاطف. خد من السنة وانت طيبين. وحضرتك طيب. بتفكرونا بأجمل حدث في تاريخ البشرية، فيا ريت يعني يكون على قلبنا كل يوم مش بس يوم في السنة. يعني الأخت سندي ابتدت بسؤال وجيه جدا. السماء ترنمت عن أرض السلام، وإحنا فعلا ملموسة حوالينا. يعني أين هو السلام؟ يعني سفك دماء وسحق اغتصاب وظلم إلى آخره. طبعا سؤال يعني فعلا واقعي جدا. فيعني برضه السؤال لنا كلنا، أين ننشد السلام؟ يعني أين هو السلام؟ ما معنى السلام؟ أين السلام؟ أين ننشده؟ ندور عليه فين؟ هل في التصرفات البشر من حوالينا، أو الناس من حوالينا، أو الحكومات، أو القوانين، أو الظروف؟ ليس هذا هو الله. لكن نفتكر أن الرب يسوع نفسه اللي قال سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. هو نفسه قتلوه لما بطل لهم في يوم الخمسين رئيس الحياة تتظموه. والرب نفسه حذر تلاميذ لما قال لهم ستأتي ساعة فيه يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. لما كان لكي يثبت فرح فيكم ويكمل فرحكم، ويعني هو بيقول لهم حاجات في نظره تدعو إلى الفرح والسلام، ولكن في نفس الوقت بتحمل تحذير أن هذا السلام لا ينبع من سلام في الجسد أو ظروف يعني طيبة وقوانين سليمة وإلى آخره. فالسؤال هنا، هل نحن ننشد هذا السلام في داخلنا؟ لأن الكتاب قال إننا سلام، فقد تبررنا بالإيمان، لنا السلام مع الله بربنا يسوع المسيح. هذا هو السلام، أن في بر الله يدخل فينا، وملكوت الله تأسس على الأرض فعلا. لكن الرب قال لنا أنه لا يأتي ملكوت الله بمرقبة، هو ملكوت الله في داخلكم. ملكوت الله اللي بيحمل معاه كل بركات الله هي في داخل قلوب المؤمنين. فهنا ننشد السلام، ان في علاقتنا مع الرب، ولكن ما يحدث حولنا ده موضوع تاني، بيخضع لامور كثيره. لا مش خاضع لمشيئه الله، ولكن في النهايه طبعا بيقول الكتاب لن تكسو باسم يسوع كل ركبه من السماء على الارض، حتى اعدائه اللي ظلموه واضطهدوه واحتقروه هياتي الوقت وان فيهم هيسجد عند قدميه. فنرفع عينينا ولا ننشد سلام في ظروف حوالينا، لان القتل موجود، ولكن هذا لا يمنع ولا ينفي وعد الله بالسلام لاولاده، طالما نحن في علاقه معاه مبنيه على بر الفداء اللي اعطاه لينا. والنقطه الثانيه بموضوع التجسد، الكتاب بيقول لنا ان الرب يا رب يسوع كان لابد ان يتجسد لكي يموت. استشارك الاولاد في اللحم والدم، اشتركه ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، اي ابليس. جسد الرب يسوع بيقول الكتاب عند الدخول الى العالم، يقول الكتاب هيأت لي جسدا. هذا الجسد معد منذ قبل تاسيس العالم، ده معد في فكر الاب منذ الازل، ولكن الجسد ده وضع تأسس وأنسج في أمه مريم العذراء في الوقت المعين من قبل الله لكي يتجسد، لكي يموت، لكي يقوم، لكي يفدينا. فهذه خطة الفداء بتاعة الله، مش بس إن هو قادر، ولكن لا يمكن أن يكون هناك أي فداء الإنسان بدون هذا التجسد من أجل الفداء العجيب. هي قصة واحدة مترابطة، فداؤه تجسده مرتبط باتضاعه ومحبته، وفي نفس الوقت هذا هو المصدر الوحيد للسلام لأولاد الله الذي ينبع في القلوب. والنور ده زي ما يقول الكتاب نور قد زرع للصديقين وفرح المستقيم القلب. في نور موجود في القلوب اللي رفع نظره لله
وترفع عن كل الظروف اللي بتحدث في هذا الأرض، والرب يعيننا نتحمل الآلام والصعوبات. دكتور عاطف، يعني كالعادة حضرتك بتلخص موضوع الميلاد في نقاط قليلة شاملة من الكتاب، وكتابية 100%. بس قبل ما يقفل أنا عاوز أسأله سؤال، معرفش أنت على الهوا معنا ولا لا. دكتور عاطف شكرا للإيضاح، لكن عاوز أسأل سؤال شخصي. إحنا وإحنا بنحط إعلان الحلقة يعني كنت مصر أحط صورة ماجي وأكتب على الأرض السلام. لما شفت الإعلان ده إيه الانطباع اللي تولد جواك؟ هل شفت صورتين متناقضتين ولا شفت؟ لا. اتفضل قول لنا انطباع حضرتك. مش عارف حضرتك، المرأة الشونامية اللي الرب عطاها الولد وبعد كده خد منها الولد، ولما قالت لي ليش قبل زوجك سلام للولد، كانت اجابتها ايه؟ سلام سلام نعم. سلام. الولد اقيم بمعجزه، اقيم طب بمعجزه في هذا الوقت، لكن في الاخر برضه مات. النقطه وان كان حصل الموت لكن هنا سلام، هذا السلام لا يدركه فكر الانسان. نعم. ولم ياتي بمنطق بشري، لكن سلام الله فقط هو الممكن يعني يعطينا هذا السلام. امين. حتى وان كان هناك فقدان. امين. امين. اشكرك يا دكتور عاطف لانك شفت الصوره بنفس الـ 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 الزاويه اللي انا شفتها فيها. شفتها من فوق مش من تحت. شفتها في أحلى حال وفي أحلى وضع مع المسيح، لأن المسيح انتصر على الموت، وبنقول ليس موت لعبيدك بل هو انتقال، وبنقول أين شوكتك يا موت، وبنقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. شكرا ليك دكتور عاطف، وكل سنة وحضرتك بخير وسلام أنت وكل أفراد الأسرة. ربنا يباركك يا دكتور، ويعني يكون سنة حقيقية مليانة بميلاد جديد، بحب جديد، لسلام جديد في عيلتك وكل اللي حواليك، ويتباركوا بوجودك وسطيهم. معايا الأخت مريم العبيرة، أهلا بيكي. أختي مريم، سلام المسيح. سلام المسيح، أهلا بيكي. ربي يبارككم، وكل سنة وانتم طيبين دكتور كرام والأخت المباركة ساندي. ربنا يباركك. وربنا يبارككم يا رب. وطبعا السلام من إله السلام فقط يجي. السلام هو اللي يعطي السلام الحقيقي، والسلام اللي يبقى مش مؤقت. مثلا أنا كنت في لما كنت مسلمة كان كنت أملك كل شيء وعندي كل شيء، بس ما كان عندي سلام. لما فقدت كل أشياء وفقدت أقرب الناس إلي وكل شيء، أشكرك يا إلهي الحي. أنا ما أشكر، يعني أقول يا ربي أشكرك لأن أعطيتني سلام. السلام اللي أعطيتني إياه كل شوية وكل دقيقة أشكرك على هذا السلام، لأن ما في شيء يملي القلب غير الرب يسوع المسيح، لأن هو رئيس السلام. صحيح. ليس كما يعطي العالم سلاما، لكن سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم. سلام مختلف. أمين. وسلام اللي ما بيعرفوش العالم كتير. طبعاً. العالم بيدي شوربة كده هو تسمها سلام وكل حاجة تمشي كويس، بس ده قد إيه خداع من إبليس إن هذا سلام لا يستمر ولا يدوم. يعني حقيقي مع اختبارات مع ناس كتيرة بنشوف ناس كتيرة بتقول أنا عشت شوية كويس بس باقي حياتي كانت كلها ألم، أو كلها عدم سلام، بلاش ألم، كلها عدم سلام. السلام الحقيقي يجي مع الرب يسوع فقط لا غير. يعني كلامك اختبار حي للكلام دوت. يعني قبل يومين كنا طالعين أوتريتش الكنيسة ونحكي مع الناس بالداون تاون، وفيك ناس مبسوطين إنه يسمعوا هذا الشيء، وفي ناس يعني نحكي لهم عن المسيح. هي مش هدايا، تبادل الهدايا أو نزين البيت أو نعمل الشجرة، هو أهم شيء المسيح في القلب ولا لا.
ففي ناس يعني كانوا يضحكوا على شو هذول اللي يعملوا، يعني شو يحكوا عن المسيح وكذا. فالرب يفتح العيون ويغير الناس، لأن إحنا بيوم الأيام كنا ما نعرف المسيح، بس نشكر الرب يسوع المسيح اللي يملي القلب، واللي يملي المسيح مستحيل ما حد يقدر يعني يأخذ السلام اللي عندنا، لأن هو سلامة فظيع ويملي القلب يملي. نشكر الرب يسوع المسيح. أخت مريم أشكرك ومبروك عليك النعمة، وكل سنة وأنت طيبة، والآن أنت بتحتفلي ببلاد المسيح اللي جه وتولد جوه قلبك من سنوات طويلة. وصلواتنا من أجل جميع أفراد أسرتك أن ربنا يتعامل مع الكل ويلمس الكل. لكن الحقيقة أنت لمستي حاجة مهمة جدا، وهو إن الناس بتحتفل بميلاد المسيح بتزيين البيوت وبتزيين اللبس وبالأكل وبالشرب. هل يا ترى هو ده اللي ربنا عاوزه؟ هل دي الطريقة اللي احنا نحتفل بيها بميلاد الرب؟ أنا أعتقد إن مش ده اللي ربنا عاوزه، لأن ربنا بينظر إلى القلب. هل يا ترى بنزين قلوبنا؟ هل قلوبنا مزينة لعريسنا السماوي؟ ولا في سواد كتير جوه قلوبنا محتاجين نتطهر بدم المسيح منه؟ أتمنى أننا نحتفل بميلاده بالصورة اللي تليق بيه، والصورة اللي ترضيه، والصورة اللي تسر قلبه، مش مجرد مظاهر خارجية ولا زينة خارجية كالقبور المزينة من الخارج، لكن في الداخل يوجد رائحة الموت عظام نتنة. لكن نحتفل بميلاد الرب يسوع كما يليق به، بأن نحيا بالقداسة، لأن العبادة الطاهرة النقية، رعاية اليتامى والأرامل، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. خلونا نحتفل بميلاد الرب يسوع بالطريقة دي، بأننا نرعى اليتامى والأرامل. أشكر ربنا من أجل الحملة اللي معلنة من قناة الحرية من أجل تثقل قلب المسؤولين في قناة الحرية بالناس المحتاجة، والحملة اللي معمولة مخصوص من أجلهم، لأن دي الديانة الطاهرة. قناة الحرية عاوزة تحتفل بميلاد الرب بالطريقة دي، بأنها تسعد وتنظر إلى احتياج إخوته الأفاضل، وتسدد الاحتياجات بحسب غناه هو في المجد، أيضاً بحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. كل سنة وأنت طيبة، وكل سنة وكل شركائنا برنامج الصلاة وهم طيبين وبخير وسلام. ربنا يباركك أختي. معايا كمان تليفون من الأخ ماهر عطية من مصر. أهلا بيك أخويا. سلام يا أختي سندي. أهلا بحضرتك. سلام ليك. سلام لي لأخويا دكتور إكرام. أهلا بيك المبارك. وسلامي للدكتور الكبير الدكتور رفت ويليام حبيبنا من زمان من قبل تأسيس القناة، وسلام ومحبة وفرح الميلاد يكون معاكم يا رب. يا رب. أمين أمين يا رب. من فضل حضرتك دكتور إكرام كان نفسي، أنا كلمت حضرتك يمكن من 3 سنين، كنت عملت عملية زرع نخاع عظمي، وبعدها حصل لي شلل من منطقة الصدر لغاية تحت، وطبعا أسطرة داخلية وعدم التحكم في البول والإبراز والعملية الإخراجية، وقاعد على كرسي بعجل من الكرسي للسرير. فأتمنى من حضرتك بحق الأيام المباركة. أمين يا أستاذ ماهر. إنك تصلي لي. أمين. أستاذ ماهر عاوز أن أقول لك خبر حلو النهاردة. النهاردة الميلاد، فالوردة اللي عاوز أقدمها لحضرتك يا أستاذ ماهر هي آية قد إيه بتفرح قلبي وهتفرح قلبك. الآية دي بتقول: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة. النهاردة إحنا بنحتفل بشهداء نالوا إكليل الحياة، نحتفل بنوتة صغيرة مش ملاك، أجمل من ملاك، نالت إكليل الحياة.
كذلك النهاردة بقول لحضرتك وبقول لكل شخص متألم، يا بختك يا بختك. أنا يا بختك دي الترجمة العربية لطوبة، أو طوبة يعني يا بختك، مش أنا اللي بقول لكن الكتاب بيقول يا بختك يا بختك يا أستاذ ماهر، ويا بخت كل إنسان متألم يحتمل التجربة بفرح، لأنه إذا تزكى تزكى إذا نجح. في ناس للأسف الشديد بتفشل في الامتحان، ربنا بديها فرصة 2 و3 و4 و10، لكن أنا واثق كلماتك اللي أنت بتحملها، النعمة اللي بتتكلم بيها واللي لمست قلوبنا، واللي أنا واثق إنها لمست قلوب كل المشاهدين، بتقول إن حضرتك يا أستاذ ماهر ناجح جدا في الامتحان وبتشكر ربنا، فيا بختك يا بختك. كمان خبر تاني حلو عاوز أقوله لك، إن الرب قادر بلمسة إنه يقدم ليك شفاء كامل، بس لو ربنا لمسك وشفاك شفاء كامل ده مش هيحرمك من إكليل الحياة نتيجة لاحتمالك الألم طوال الشهور أو الثلاث سنين اللي فاتوا. ففي إكليل حياة، في وعد بالشفاء، في المسيح القادر على كل شيء واخد لباله منك، محيط بيك، بيحفظ حياتك، بيرتب كل أمور حياتك. واسمح لي يا أستاذ ماهر أصلي من أجل حضرتك، وأصلي من أجل كل إنسان مريض بيسمعني، يمكن تكون مريض ومش قادر تقوم تخرج تحتفل بالعيد، لكن أنا عاوز أقول لك احتمل التجربة بالشكر، أشكر ربنا، قول يا رب أنا بقبل كل حاجة من إيدك، أنت أبويا السماوي اللي بتختار لي الأفضل، لأن ده معناه أنك ستنال إكليل الحياة. قول يا رب كمان أنا بؤمن أنك أنت الطبيب العظيم، تعال يا رب ولمسني لمسة شافية لأنك قادر على كل شيء. اسم الآب والابن والروح القدس الأحد أمين. يا رب احنا بنشكرك من كل القلب يا رب لأنك صاحب اللمسة الشافية يا رب. نعم يا رب أنت الطبيب العظيم اللي لمساتك يا رب مش بتشفي وبس، لكن بتحيي يا رب من جديد. نعم يا رب أنت الإله القدير يا رب، أنا مش بزيع أوهام يا رب ولا ببيع الوهم يا رب لنفوس تعبانة، لكن أنا بتكلم عنك، أنت الإله اللي أعلنت عن ذاتك، أنا شفتك بعيني يا رب وأنت بتصنع معجزات. نعم أنا بشهد يا رب، أنا بشهد عن قوة صنيعك يا رب، أنا بشهد عن شفائك يا رب. يا رب يا رب انظر إلى كل مريض يا رب وإلمسه لمسة شافية، زيارة خاصة يا رب لكل إنسان بيسمعني الآن متألم، مد إيدك يا رب وخفف الألم، مد إيدك وقوم، مد إيدك يا رب وقول له قوم احمل سريرك وامشي، مد ايدك يا رب واصنع معجزات. اشكرك 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 لاني اثق انه في الثواني اللي فاتت يا رب انت صنعت معجزات. نعم في معجزات الشفاء انت صنعتها، اشكرك اشكرك. خرج الامر من فمك يا رب لشفاء يا رب نفوس مريضه، والان هي واقفه تشهد، هي واقفه فرحانه تعلن انك انت الطبيب الشافي، أنت الإله العظيم وليك يا رب كل المجد. آمين آمين آمين. الرب يبعت لمسة شافية، لمسة فيها سلام، لمسة فيها قبول، لمسة مختلفة ليك يا أخي ماهر. رب يبارك حياتك. معايا اتصال من الأخ أمير من كاليفورنيا، أهلا بيك. ألو صباح الخير. صباح النور، أهلا بحضرتك. صباح النور. صباح الخير يا دكتور حبيب قلبي. ازيك يا اخي امير؟ عزيز وحبيب. عندك ايمان؟ ربنا. امين امين. وعند غيره؟ عندك ايمان كل المجد. امين امين حبيب قلبي. امين, أمين. انت دايما بتشجعنا. أمين. بايمانك الحقيقه يا حبيب قلبي. انا اتعلمته منك. انا اتعلمته منك. انا تلميذك وهقعد تلميذك طول عمري. ربنا يحفظك يا اخي امير. عندي كلمتين اكشولي. كلمه انت يعني اخذت كلمه من بقي في ردك على الاخت مريم، وعندي كلمه كمان للاخ ماهر حبيب قلبي. الكتاب بيقول ده كلام الكتاب مش كلامنا، صلوا بعضكم لاجل بعض وطلبت المؤمن تقتدر كثيرا في فعلها. لازم يكون عن طلبة البار. انا اسف على الاسم دايما تصلح لي. ربنا يباركك يا اخي امير. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. الكلام ده مش تهريج، الكلام ده ثقة.
انت لو واثق في كلام المسيح فعلا، سيد المسيح له كل المجد راح للمفلوج اللي كان قاعد بقاله 38 سنة وقال له قوم احمل سريرك وامشي. روح لأي حد يصلي لك ويحط يده عليك بقوة إيمانك وقوة إيمانه هتقوم. حبيبي احنا زي ما الدكتور إكرام قال لك، احنا ما بنبعش هوا، ده كلام المسيح وكلام الإيمان. ربنا يكون معاك ووفقك، وبإذن الله ترجع وتقول أنا وقفت وربنا مد إيده بشفة على جسمي بالكامل، على جسمي بالكامل. ربنا لما هيمد إيده مش هيمد إيده على حاجة واحدة، هيمد إيده على كل شيء. الحاجة التانية اللي أنا عايز أكلمكم فيها أحبائي، العيد داخل، وهل العيد يا ترى زي ما حضرتك قلت كحك وبسكوت وزينات؟ لا 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 لا، مش هو ده العيد اللي ربنا عايزه. في كم واحد انت زعلان منه من جواك؟ بنخش الكنيسه نتناول، بنخش الكنيسه نسبح، بنخش الكنيسه نرفع ايدينا في السماء وكل سنه وانت طيب يا حبيبي اللي جنبي، لكن للاسف في ناس كتيره قوي احنا لا بنكلمها ولا عايزين نكلمهم. ولا فلان ده انا ماليش دعوه بيه. حبيبي حبيبي العيد، العيد انك ترفع التليفون لاي انسان بقالك سنه 2 3 ما بتكلموش وقول له كل سنه وانت طيب، أنا مسامحك، سامحني لو كنت أغلطت في حقك. دي الفرحة اللي السماء فعلا بتفرح بيها، لأن الكتاب قال لو رحت تقدم ذبيحتك على المذبح وتذكرت، يعني شوف لو الإنسان فينا داخل كنيسة مش فاكر إن هو مضايق حد، فاكر إن كل حاجة كويسة، لكن الكتاب بيقول لك إيه؟ لو تذكرت إن ليك حاجة عند أخوك، سيب ذبيحتك، سيب ذبيحتك. إنه لا يصر بالمحرقات اللي إحنا بنعمله، محرقات وبنروح نرفع إيدينا ونتناول ونقف ونصلي، لكن ربنا مش قابل. السماء مقفولة، في إعاقة، في إعاقة للصلاة، لأن قلبنا من جوه فينا زعلانة. إحنا زعلانين مش نضارف بما يكفي كما ينبغي، ربنا مش سامع الكلام. عشان كده لما بنطلب ما بيوافقش لأنه مش سامع أصلا، لأني من جوه مش نظيف. لكن لو وصلت لدرجة النقاوة القداسة التي بدونها لن يعين أحد الرب، صدقوني كل طلب، كل طلب، هو قال كده اطلبوا تجدوا. مش معقولة أنا عمال أطلب وأصلي وعلى ركبي وأقول له يا رب حل المشكلة، يا رب اشف فلان، وربنا ما بيجاوبش. وإيه السبب؟ السبب إن أنا في حاجة جوايا. يعني أنا واحد من الناس وبعترف قدام الكل، في بعض الأشخاص في قلبي متضايق منهم و و و و قبل العيد لازم هكلمهم وأعترف لهم، لأن حتى في رسالة معلمنا يوحنا قال اعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض. انا زعلان من الدكتور اكرام في حاجه، هروح اقول له يا دكتور اكرام انا قلت عليك كذا، انا زعلان منك في كذا، سامحني. مثلا لو في واحد تاني هقول له نفس الكلام، وهو دي النقاوه اللي ربنا عايزها. ما تكتمش حاجه في قلبك، ما تكتمش اي بغضه، ما تكتمش اي حاجه وحشه لاي انسان، نظف. وهو ده كلام الكتاب اللي تتغسل بدم المسيح. هي مش كلام اتغسل بدم المسيح وعيش في الايمان، افعال الدين او الايمان بدون افعال باطل، ملوش أي معنى، كلام بس عمالين نصليه وكلام بنعيده. لا، لازم بالفعل، لازم النقاوة الكاملة قدام المسيح. أخ أمير معلش خليك معايا، لأني أنا اللي أنت قلته في منتهى الأهمية، في سؤال أنا هسألك ليه لكن لازم أوضح. ربنا بيكلم كل إنسان في قلبه بغضة، في قلبه ضغينة لأي حد. ما ينفعش تحتفل بميلادي وإنت في قلبك الضغينة، ما ينفعش تتناول، ما ينفعش تصلي وانت في قلبك الضغين، لازم تسامح. واذا كنت مش قادر تسامح قول يا رب اديني نعمه واديني معونه عشان اقدر اسامح. النهارده احنا حطينا صوره ماجي واحنا بنحتفل، وانا عارف ان في ناس في قلبها ضغينه المحمود اللي قلت عليه انه ضحيه، ضحيه لافكار الشيطان اللي دمرته واللي ضيعته. في قلبها ضغينه مش قادره تسامح، مش قادره تغفر، مش قادره تسامح اللي عملوه. إذا كنا عاوزين نحتفل بميلاد رئيس السلام يجب أن نغفر وأن نسامح من كل قلوبنا، لأن هو على الصليب قال كده اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. السؤال اللي عاوز أسأله لك بقى يا أخ أمين، لأن أنا عارف أن ليك خبرة كبيرة جدا في هذا الأمر، هل يعقل أن يتجسد الله؟ هل هذا فكر معقول؟ هل معقول أن ربنا الكلمة يصير جسد ويحل بيننا؟ ما معقولية تجسد المسيح؟ بسم الاب والابن والروح القدس. انت بتسألني سؤال يتسأل فيه بطرك، انا مين عشان ارد على السؤال؟ لا انا عارف ان انت عندك معلومات، في دقيقتين. انا مين؟ في دقيقتين جاوب لنا على السؤال ده لو سمحت. هو من محبته الفائقة، طبعا هو من محبته الفائقة. اول لما ادم اخطأ قال له ملعون الارض بسببك، يا ترى ربنا لعن الارض؟ طب الارض ذنبها ايه؟ ايه ذنب الارض؟ كانت عملت ايه الارض؟ ده ادم اللي اخطا،
لكن كانت كلمة ربنا في ملعونة الأرض بسببك دي، لأن الأرض اللي هو خلقها وقال للشيء كن فيكون، للبشر اللي هو خلقهم حيحينوه، حيسلم نفسه للبشر اللي صنعت يديه. يعني في آية في العهد القديم بتقول مش فاكرها كويس، بس هو زي يعني هو اللي صنع السخط وهو اللي شربه، هو اللي عمل يعني مش فاكر الآية، سامحني معلش مش جايباني. طبعا ربنا قادر على كل شيء، ودي ما حدش هيقبلها إلا بالإيمان. يعني بنقول لناس كتير قوي السيد المسيح تجسد، ربنا تجسد في شكل إنسان وعاش في وسطنا كإنسان كامل 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 كامل، ده حجب لاهوته، حجب لاهوته لدرجة إن هو ما كشفوش إلا مرة واحدة، وكشف منه حاجات بسيطة جدا جدا في إنجيل معلمنا يوحنا البشير لما جم يقبضوا عليه وبيقولوا له عايزين، قال لهم من تريدون؟ قال لهم المسيح أنا هو، طلعت من بقه كده أنا هو، لما طلعت أول مرة قالها مرتين، يوحنا ما عرفش يكتبها في الكتاب، يعني قال لك رجعوا للوراء وسقطوا على، يعني طلعت قوة من جسمه، قوة منه، لاهوته سمح بيه إنه طيرهم. قاموا وقفوا تاني وسألوا نفس السؤال، قالها تاني مرة بأسلوبه من غير لاهوته وقبضوا عليه. فده لازم طبعا، لازم ربنا، لازم هو اللي يتجسد. هو مين هيجسد؟ ملاك؟ طب والملاك كان ذنبه ايه عشان يفدي خطيتي، ولا حيوان يفدي خطيتي، ولا حد يفديني؟ ما احنا كلنا خطايا. لازم ربنا بنفسه، لازم ربنا بنفسه هو اللي يدفع خطيتي، لانه بار، لانه قدوس، لانه ما عملش اي خطيه، وعاش 33 سنه محافظ على نفسه بالكامل، ما فيش ولا خطيه. الشيطان حاول يجربه، لكن ردود السيد المسيح كانت من كتاب. السيد المسيح اتولد من غير بشر زي ادم بالظبط. الموقف اللي حصل مع حواء، الشيطان جربها بس بلعت الكلام ونسيت كلامه، لكن الشيطان لما راح يجرب السيد المسيح ما بلعش كلامه، بل على العكس انتهره ثلاث مرات لغايه لما سابه وجاءت الملائكه وكانت تخدمه. فاكيد طبعا اكيد مؤمن ايمان كامل ان السيد المسيح له كل المجد، هو الله المتجسد، ما هو اللي عايش فيا وفيك دلوقتي، هو اللي بيتكلم على لساني ولسانك، روح الله اللي ساكن فينا. احنا ما بنتكلمش من امير اللي بيتكلم او دكتور اكرام بيتكلم، ما فيش حد بيتكلم من لسانه، ده روح ربنا القدوس اللي عايش فينا، اللي هو قال لنا انا ماشي وهجيب لكم حق يعيش معاكم للابد، يعيش معانا للابد. روحه طول ما انا ماشي في نعمته، طول ما انا ماشي حسب الكتاب المقدس ومناخيري في الارض وبحب اخواتي وبعترف لاخواتي وما بعملش شر وما باذيش حد، روح المسيح عامل فيا امين. لكن وقت ان انا ابعد عن الكلام ده، امين ربنا، ربنا يوضعيه. كل سنه وانت طيب يا اخ امير. وصلت الاجابه، والخصها واقول الايمان المسيحي لا يتعارض مع العقل، ربما يسمو في بعض الاشياء فوق العقل، وعلينا ان نقبل بالايمان. لكن انا بقول لك اوعى تؤمن بحاجه تتعارض مع عقلك. يمكن في نظريات علميه بتبقى صعبه جدا لانها فوق العقل، لكن هي نظريات احنا بنقبلها لانها صحيحه. الايمان المسيحي لا يتعارض مع العقل. اللي يتعارض مع العقل ان واحد يفجر نفسه من اجل ربنا، دي حاجه تتعارض مع العقل. تتعارض مع العقل ان ربنا يطلب من حد انه يموت نفسه ويموت اللي حواليه، انا اعتقد العقل لا يقبل هذا الامر. لكن الايمان المسيحي، تجسد المسيح، لا يتعارض مع العقل لكنه يسمو فوقه، فنستطيع بالإيمان أن نقبله وأن نعيش به. أمين. وبشكرك أخويا أمير على التلخيص الرائع اللي حضرتك قدمته لهذا الأمر. يعني حقيقي هو تساؤل لناس كتيرة قوي، من حتى المسيحيين نفسهم، إن اللي مش بيقرأ العهد القديم ومش بيقرأ الأصول جات إزاي، وإزاي المسيح وصل للأرض بعد عدد من الأحداث اللي من أول بداية الخلق تم. هو دوت اللي حضرتك لخصته، فبشكرك جدا 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 لاجل هذا. معايا الاخت بنت الحمل والراعي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندي، سلام المسيح ودكتور اسراء. سلام المسيح بيكي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. مش انا كنت عايزه اقول بس ان الازمات بتقربنا من ربنا كتير، وفي ناس كتير بتسال وبتعرف تدخل حظيره وبتعرف المسيح، حاجه بتقربنا. وبعدين التجسد عمره ما يتعارض مع العقل، لان احنا مش بنأمل انسان او بنقول المسيح اله، احنا بنقول ربنا تنازل وتواضع ونزل، رضى انه يتجسد بشكل انسان زي ما هو ظهر في شجره. يعني دي حاجه بالعكس،
شخصية يعني تضحية من ربنا كبيرة. وبعدين داعي الكل إلى خلاص لأجل موعد الخيرات المنتظرة، يعني ربنا عايز الكل يروح السماء. ربنا عايز الكل، مش عايز حد يعني ما يعرفوش، ربنا داعي الكل إلى الخلاص. أنا بس كنت الصلاة لأولادي عشان نرلم علاقة مع ربنا. أمين. أعتبر طلب الصلاة لأولادي عشان هم يعني احتفالهم بالعيد برضو احتفال ظاهري أكتر من إنه علاقة مع ربنا، يعني يعني لازم يبقى في علاقة قوية. يعني الأخت اللي اتصلت بتقول كل ما بتصلي تحس إنها بتبعد عن ربنا. أنا عايزة أقول لها أنا كنت كده ودعاتي جدا في الأول، في تغصب الأول في الصلاة وبعدين في تعود وبعدين في تلذذ، لأن أنا بحكي ربنا كل حاجة، بحس إن ربنا الوحيد اللي أقدر أحكي له وبعدين بيستجيب لي، وبعدين بشكر ربنا لأنه يعني وجوده في حياتي حاسة بيه قوي في كل مشكلة صغيرة أو كبيرة، حاسة بوجوده في حياتي قوي. فالصلاة ربنا يعني بيسمعه وبيستجيب، دي حاجة بتفرحنا جدا. أمين. ولادك اسمهم إيه؟ ولادك اسمهم ايه عشان اتحطوا في كشاكيل الصلاه؟ ابانوب وميرنا. نفسي يبقى لهم علاقه قويه مع الرب. ابانوب وميرنا. امين. انا عندي بنت كمان اسمها ميرنا، فانا دلوقتي هطلب منك انك تصلي لميرنا بنتي وبنتك، وتصلي من اجل ناس كتير بيسمعونا على الهواء محتاجين صلاه من اجل اولادهم، وتكون العيد فرصة بركة حقيقية لأولادهم. إيه رأيك تصلي لنا على الهوا دلوقتي؟ أنت طالبة مننا صلاة وأنا بطلب منك صلاة كمان. تفضلي صلي لنا من فضلك. يا رب يسوع المسيح إلهي الحي القدوس، إلهي الحي القدوس اللي بتستجيب لصلواتنا وبتتدخل في كل حياتنا صغيرة وكبيرة، وبشكرك يا رب على كل حاجة بتعملها معايا، على كل حاجة بتعملها بشكرك، لأنك واقف مع أولادي مع بيتي. أشكرك يا رب لأنك بتسمعنا وبتستجيب لنا صلاتنا. يا رب يسوع المسيح طلبة يعني نفسي فيها إنها تتحقق، زوجي وأولادي قوية بينهم وبينك يا رب، ويبقى في يعني علاقة، ويبقى قلبهم منور بيك، قلبهم منور بيك يا رب، زي ما بتسمي بيك وزي ما في تجربة حصلت معايا وقربت منك يا رب قوي. أولادي يا رب يكونوا دايما معاك، يعني مش عايزاهم تجارب صعبة، عايزاهم يقربوا منك يا رب، يبقوا خدام في بيتك. انت قادر على معجزات، قادر تنور قلوبهم، قادر تنور قلوبهم يا رب. انا بنتي عندها موضوع في الكلية بتاعتها، ان هو يتم معها يعني يتم، ربنا يتدخل يعني، ربنا يتمجد ان شاء الله، واشوفه قدام في بيتك يا رب. يا رب لانك وقفت مع والدي اللي سافر السما من شهرين وجهزته واستعدته، وانا بشكرك يا رب على عجائبك الكتيرة. بشكرك يا رب، واحنا في زمن بنشوف العجائب فعلا وبنشوف حاجات جميله فعلا مع كل الازمات وكل اللي حوالينا ده، احنا بنشوف عجائب، عجائب جميله، بنشوف حاجات جميله يا رب احنا فرحانين بيها، لان كل ازمه بتعدي علينا احنا بنشوف يا رب ناس بتيجي، ناس بتعرفك وناس بتقرب تدخل حضورك، دي حاجه يا رب تفرحنا. مش مهم اي حاجه ثانيه، مش مهم اي تعب بنشوفه، مش مهم اي حزن بنشوفه، المهم الحاجه الافضل والاحلى ان ولادك بيكتروا، يعني بيعرفوا المسيح كتير وبيخشوا حضورك كتير، ودي حاجه بتفرحنا قوي يا رب، نشكرك عليها. يا الهي القدوس بيستجيب يا رب يسوع المسيح. امين امين. شكرا لصلاتك، ربنا يحفظ ولادك ويقربهم منه اكتر، ويحفظ ولادنا من كل شر ويقربهم، ويكونوا ولادنا ملك للرب، ما يكونش في ظلف الابليس في ولادنا، لكن يكونوا بالكامل بالكامل ملك الرب. كل سنة وانت طيب. معايا كمان أخويا ثابت من أسيوط. أهلا بيك أخويا. أهلا بيك، وإزيك يا أخت شادي؟ أشكر الرب كتير، كل سنة وحضرتك طيب. وأكيد أهلا بيك يا أخ ثابت. في قصيدة جديدة للميلاد النهاردة؟ لا، في كلمات تميمة بعنوان إن احنا سلام. الله. اتفضل. أمين. اتفضل. أنا بطلب من رب السلام يحل السلام في العالم كله يا رب. يا رب. يسوع أمين. بقول له كلامك مش أي كلام، صوتك يملى القلب سلام، كلمة بتشفي من الأسقام لما سمعها الميت قام، يلي بكلمة خلقت الكون، لما أمرت كن فيكون، أنت الصانع وأنت تصون من سقطتنا النحلة قيام. رب كلامك حلو جميل،
شاهد صادق جيل ورا جيل، شدد فينا يا رب الحيل، نقر وانا والاحلام، اصرخ فينا وعل الصوت، اصرخ فينا وعل الصوت، نتذكر جلادات الصوت، انقذ ترع من حكم الموت واحنا بنصدر في الاحكام. ما بتقبلش ابدا قربان، ما بتقبلش ابدا قربان من متخاصم او غضبان، صح التايه والغفلان وفي وحدتنا صلاتنا سهام. مهما ننسى إساءة الغير، مهما ننسى إساءة الغير، قدام حبك برضو يسير. انت غفرت سترت كتير، انت غفرت سترت كتير وتحملت عشان ألام. مهما ننسى إساءة الغير، قدام حبك برضو يسير. انت غفرت سترت كتير وتحملت عشان ألام. ايش هو داوي من الأوجاع، ايش هو داوي من الأوجاع، من وياك عطش أوجاع، قلبك رب الكل يساع، نقف لبنى إن احنا سلام، وكلامك مش أي كلام، صوتك يملى القلب سلام، كلمة بتشفي من الأسقام لما اسمعها الميت. كل سنة وانت طيب. حضرتك طيب أخويا ثابت، ربنا يباركك على الكلمات الناعمة المنسكبة على شفتيك على مثال سيدك وربك رب يسوع. رب يباركك ويديك كلمات نعمة أكتر وأكتر، كلمات ممسوحة الحقيقة، هذا حقيقي يعني تلمس القلب. معايا الأخت مريم من المنيا، أهلا بيك يا أختي. أخت مريم أهلا بحضرتك، تفضلي. أهلا بيك، أنا كان عندي طلبة صلاة. تفضلي أنا معاكي. عايزك تصلي لأجل باسم، دخل في مشكلة صعبة. أمين. والناس اتهمته في قضية ظلم وخد بقى 5 سنين. فاحنا بنصلي وده خادم وبيخدم، فبنصلي ان ربنا يقف معاه. امين، نصلي له. انت منين في المنيا؟ انت منين من المنيا؟ ايه؟ منين من المنيا؟ من ابو حنس. ابو حنس. وباسم دلوقتي في السجن ولا لسه ما تنفذش الحكم؟ لا هو في السجن واتنفذت عليه، هو خادم وبيخدمني، تهمه في قضية ظلم واتحكم بقاله 5 سنين. الوقت ده هو المستحيل لك، ربنا ما عندوش مستحيل. باسم احنا عايزينكم تشاركونا في قربة الصلاة. طبعا. باسم بيخدم فين يا أخت مريم؟ بيخدم في التلمذة. يا احنا هنصلي له، واذا كان ربنا سمح لباسم في الوقت ده انه يبقى في السجن زي ما سمح للرسول بولس، الرسول بولس ربنا سمح له اكتر من مره انه يدخل السجن، لكن كلمه الله لم تقيد، هو بعته في ارساليه خاصه. فمؤكد، انا عاوز اطيب قلبك واقول لك مؤكد في ناس في السجن محتاجة لابنك، محتاجة لحد يوصل لهم الرسالة، فهو بعت لهم ابنك، وأول ما هيوصل الرسالة هتلقي ربنا أفرجها، وربنا رد له حقه، وربنا يعني رد المسلوب. الآن هو في إرسالية، الآن هو في مهمة سماوية. أنا عاوز أقول لك وحشتني السجون في مصر، يعني أنا كنت مؤلف دايماً على الأعياد، يعني بزور أحبائي اللي في مصر وأصلي معاهم في السجن، وباخد معايا مرنم ونرنم ونصلي، وكان وقت أنا الحقيقة بفتقده. يمكن ربنا عارف إن في كتير من خدام زي مش عارفين يدخلوا، فبعت ابنك باسم، بعت برسالة. ما تأكدي إني ما فيش وقت ضايع، تأكدي طالما إن هو خادم ربنا فربنا بيستثمر وقته لمجده. أمين. اشكري ربنا وقولي له رد المسلوب يا رب، وعوض عن السنين اللي أكلها الجراد. ربنا يباركك. باسم جوزي مش باسم جوزك. ربنا يبارك. ربنا احنا قدمنا 6 شهور من جوزي. يا ربنا يتعامل معاه، يتعامل معاه ويردهولك سريعا بنعمة الرب، وانتوا الاثنين تكملوا خدمتكم بنعمة الرب. بطلب من كل أحبائي شركائنا في الصلاة، الصلاة من أجل خادم الرب الأخ باسم ومن أجل زوجته. بذكر أني خادم الرب الأخ باسم موجود في السجن ظلم،
عاوزين نصلي ان ربنا يفرج كربته ويرجعوا لزوجته اللي ليهم يا دوبك 6 شهور بس متجوزين، عشان خاطر يكملوا خدمتهم وعلشان خاطر يواصلوا شهادتهم عن الرب المجد يسوع. فضلكم حطوا الاخ باسم في كشكي للصلاه. امين امين. الرب يستخدمه في المكان اللي هو فيه، ايا كان اسم المكان، ايا كان ارض غربته، هي سجن هي بره، الرب امين صالح جدا ان هو يستخدمه مطرح ما هو موجود. الرب يصبرك، يديكي قوة ويديكي تحمل لكل فترة صعبة انت بتمر بيها دلوقتي. وامين تكلمينا بعد كده تقول لنا ان الامور مشيت ازاي، يعني مستنيين منك تليفوني اختي وتقول لنا اطمنينا ان الامور مشيت معاكم ازاي. هنصلي لكم انت وهو، وامين الرب يتمجد معاكم. معايا ام يوسف، اهلا بحضرتك. ما بقدرش أعيش من غيرك، تراويني يا يسع من غيرك، إشتاق صليبك رفع راسي، وأنا هي يدي قوية، ما بقدرش أعيش من غيرك. تراويني يا يسع من غيرك، أسيبك وأروح لبيت. أم يوسف وحشتني الترنيمة دي، أنا ليا كتير في أمريكا للأسف الشديد. للأسف الشديد يعني مش بتترنم كتير، لكن بفتكر في قرى مصر كانت الترنيمة دي يعني شبه فاصل مشترك، الكل بيقول فعلا من قلبه ما اقدرش اعيش من غيرك، يا راويني يا يسوع من خيرك، في الجوع بلقاك شبعي، في الخوف بتشجعني. بنصلي من اجل اخواتنا في مصر، بنصلي من اجل اللي عايشين في ريف مصر، وقد ايه شعرين بصعوبه الظروف اللي بيجتازوا منها. عشان كده احنا في قناه الحريه وبنبه مره تاني، عندنا حملة من أجل مساعدة أحبائنا وإخواتنا اللي هم أعضاء في جسد المسيح، أعضاء معانا في جسد المسيح، بنشعر بيهم وبنشعر بألمهم. فالقائمين على قناة الحرية مثقلين بيهم، عشان كده إحنا عاملين حملة سر البركة من أجل إن إحنا نقول لهم إحنا بنحبكم، ومن أجل إن إحنا بنقول لهم إحنا وإنتوا جسد واحد للمسيح، بيربطنا روح واحد، حاسين بيكم. وأرجو كمان أحبائي اللي بيسمعونا يكونوا أيضا شركاء، لأن زي ما قلت من شوية، إذا أردت أن تحتفل بالعيد احتفل وأنت زي المسيح، واحتفل بالعطاء، احتفل برعاية الأرامل واليتامى، احتفل بصورة عملية بتقديم محبة عملية للمحتاجين. أمين يا دكتور. أنا أحب أنوه، لسه بيبلغوني في كنترول لأم يوسف ما كانتش عارفة أنها هوا، هي منتظرة على التليفون ومتعزية على التليفون لوحدها. ربنا يباركك يا أم يوسف، أهلا بيكي مرة تانية على الهوا. هي يعني دلوقتي على الهوا تاني. أهلا بيكي أم يوسف. نعم. اهلا بيك يا ام يوسف. انت منين يا ام يوسف؟ قولي لي انت منين؟ من المنيا. منين؟ من المنيا. من المنيا. منين؟ من مغاغة. من مغاغة؟ منين من مغاغة؟ شارع الجمهوريه، شارع عبد العظيم. امين. بترنموا ترنيمه ما اقدرش اعيش من غيرك كتير؟ ما بنقدر. الاجتماعات هنا عندنا في الكنيسه هنا في اخوات الرب برضه. طيب نشكر ربنا من اجلك ومن اجلهم، وتعزينا جدا بكلمات الترنيمه. انا ليا يمكن اكتر من 5 6 سنين ما سمعتش ترنيمه ما اقدرش اعيش من غيرك، بس سمعناها منك. ما احنا بنحكي مع المسيحيات، المسيحيات بتيجي تاخدنا كل 4 لتوبيس. ربنا يباركها ويباركك. بنروح كل 4 على طول. في
برنامات وبرنم ووعظ وكل حاجه في الكنيسه. ربنا يباركوا. طيب يا ام يوسف، انا عاوز اكلفك بحاجه تعمليها لي يا ام يوسف ولا ما تعمليها ليش؟ عاوز خدمه منك. طيب في يوم الاربعاء اللي جاي تصلوا لنا وتصلوا البرنامج قوت الصلاه وتصلوا لقناه الحريه، امين، تقولي لكل الناس اللي هناك الدكتور اكرام بيقول لكم صلوا لنا، صلوا البرنامج قوت الصلاه وصلوا لقناه الحريه. انتوا تصلوا لكم، انتوا تصلوا لنا واحنا نصلي لكم. يا انا عارفه ان عندك طلبه صلاه يا ام يوسف. باسم يسوع. امين 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 باسم يسوع. انا ملاك الا هو غير ربنا معانا واقف معانا في كل حاجه. امين ملناش غيره فعلا. محتاجين لك انت بس. امين في اسم يسوع. امين. ام يوسف عندك طلبه صلاه؟ نعم اتفضلي. صلي صلي يا ام يوسف صلي. ماشي خلاص. اشكرك يسوع، محتاجين لك انت يا رب، قوتك لينا وايماننا لينا يا رب، وعينك على شعب مصر يا رب يسوع. محتاجين لك انت يا رب يسوع، وخلي عينك علينا يا رب، محتاجين لك انت يا رب، وايمانك وتوحيدك يا رب يسوع. نشكرك يا رب على نعمتك لينا يا رب يسوع المسيح. محتاجين لك انت يا رب، ليك انت المجد يسوع المسيح. يا رب تشربني يا رب، محتاجين لك انت يا رب، ايمانك بايدك انت يا ابني يا رب، محتاجك انت يا رب يا يسوع. محتاجين لك يا يسوع، ليك المجد يا رب، ليك المجد يا يسوع. امين امين يا ام يوسف. مش انتي بس اللي محتاجه يسوع، العالم كله محتاج ليسوع. كل واحد فينا يقدر يقول انا محتاجك يا يسوع. اللي بيشوف السلام الحقيقي اللي الله بينور في قلوبهم بحقه حقيقي، هم اللي عارفين ان عندهم احتياج ليسوع. اللي مكتفي، اللي شايف نفسه عنده الـ كل ما يملك او كل اشكال الحياه اللي تسبب له حياه كويسه، مش مرتاح. عايزة أقول إن من غير يسوع ما فيش حد مرتاح. اللي بيشهد إن يسوع في حياته هو دوت الوحيد اللي بيعرف يكون مرتاح، الوحيد اللي بيعرف يكون في سلام. أحبائي هناخد فاصل صغير وهنرجع نتكلم عن النور.
دقوا الأجراس، ده يسوع مولود عندنا في الشرق. قد إيه بركة الأرض، قد إيه بركة المنطقة، قد إيه بركة الفترة التاريخية اللي اتولد فيها الرب يسوع. الغريب وكل الغريب، فضلت نبوات العهد القديم مقطوعة لمدة 400 سنة، وأخيرا جاء الموعود به، جاء الرمز أو اللي كان رمز في كل العهد القديم أو كل العهد القديم بيرمز لي، وأخيرا جاء للأرض، ولكن الأرض معرفتوش، ومن أول مجيئه وتم الاضطهاد. بنستعجب النهاردة إزاي بيحصل اضطهاد للكنيسة، إزاي بيحصل قتل، إزاي بيحصل تفجير. منذ بداية وجود المسيح على الأرض والاضطهاد موجود، وحصلت مجزرة، أول مجزرة لبيت لحم، أطفال بيت لحم، وتستمر المجازر على مدى التاريخ، وتستمر القتل، وتستمر ضد المسيح وروح ضد المسيح تمتد إلى يومنا هذا وإلى انقضاء هذا الدهر. فلا ننتظر وقت هيبقى فيه سلام حقيقي على الأرض طول ما فيه عدو والخير موجود على الأرض. ولكن أنا هقرأ مقطع صغير من سفر أشعيا بيتكلم عن النور، وهل إحنا فعلا النهاردة نور؟ من إصحاح 60 للسفر أشعيا: قومي استنيري، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. لأنه ما هي الظلمة؟ ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. الدعوة اللي كانت للعهد القديم لشعب إسرائيل إنهم يكونوا نور وسط الأمم، ولم يتمموا هذا القصد. الدعوة للكنيسة لا تزال مستمر. أنا هجاوب بس بعد ما أسألك على اللي أنت قلتيه حالا. أوكي. ده معناه إلى إنه إلى انقضاء الأرض لن يكون هناك سلام؟ زي ما هاخد من اجابتك ان انت قلت في المنطقه الوحيده او المكان الوحيد اللي هيسلم قلبه حقيقي لربنا هو دوت المكان اللي هينعم بالسلام، لكن لا يزال هيكون حوالينا احداث في المناطق اللي لم تسلم قلوبها للرب. هنا يبقى دورنا لازم نوصل رساله السلام للعالم كله. المرسلين راحوا افريقيا، لقيوا هناك المثلث الشيطاني، جهل، فقر، مرض. حملوا رسالة المسيح، حملوا التعليم، علموهم، عملوا المستشفيات، قدموا المحبة، علشان الهدف الأساسي هو المسيح، يبشروا بالمسيح. أنا أتمنى أي حد يبشر بربنا يبشر بالطريقة دي، مش تبشر بقنبلة ولا تبشر بسيف، لكن تبشر بحاجة ضد الجهل، بحاجة ضد الفقر، بحاجة ضد العتمة، النور اللي كان بيتكلم عنه ساندي حالا دلوقتي. الحقيقة في فرق كبير جدا برسالة المسيح وبين أي رسالة تانية. رسالة المسيح سلام، رسالة المسيح نور، رسالة المسيح حب، رسالة المسيح خلاص. اللي هيقبل هيتمتع بكل ده على المستوى الشخصي، والبلد اللي هتقبل يا بختها، لأنها هتتمتع بكل هذه الامتيازات على مستوى كل الناس. بصلي من أجل مصر، لأن ربنا قال مبارك شعب مصر. بقول يا رب بارك بلادي، وما فيش بركة غير بالرجوع للمسيح، ما فيش بركة غير لما يبقى مذبح للرب في أرض مصر، ما فيش بركة غير لما نور المسيح يشرق، ما فيش بركة غير لما الناس تتعرف على رئيس السلام. أنا آسف إن أنا سألتك، بس أنا من حقي أسأل. وخليني أجاوب وأقول الظلمة تغطي الأرض، نعم، والظلام الدامس الأمم، نعم، لكن شكرا للرب من أجل وجود الكنيسة. الكنيسة هي النور اللي بتنور. الكنيسة منورة مش بذاتها، لكن الكنيسة منورة بنور عرسها. الكنيسة هي القمر وهو الشمس. القمر جسمه معتم، في وضع معين لما يبقى مش قدام نور الشمس بنشوفه هلال، نشوفه حاجة بسيطة جدا، لكن لما يبقى قدام نور الشمس بنشوفه كامل. نفسي كنيسة المسيح تبان منورة كاملة عبر كل الأجيال، وده مش هيكون غير لما تكون كنيسة المسيح واقفة قدام الشمس، واقفة قدام المسيح، مش مشغولة بقضايا فرعية ولا مشغولة بقضايا سنوية،
لكن واقفة قدام ربنا بتقوم برسالتها. الكنيسة ليها رسالة واحدة، إنها توصل المسيح وتوصل نور المسيح لكل الناس. عشان كده بحمل صوتي، يا كنيسة قومي نوري، يا كنيسة قومي دوري على الخراف، يا كنيسة انهضي واصحي، جاء نورك. ده الوقت اللي لازم نصحى، ده الوقت اللي لازم نعلي أصواتنا. وزي ما الملائكة بشرت، إحنا كمان الكنيسة النهاردة لازم تبشر ولازم تقول ما فيش سلام إلا في المسيح، لا سلام قال إلهي للأشرار. الكنيسة لازم تنور، لأن الظلمة أصبحت بشعة في هذه الأيام، الظلمة اللي بتغطي الأرض أصبحت في منتهى البشاعة. الكنيسة لازم تنور وتعلن نور المسيح، ومجده يرى على كنيسته، مجده عليك يرى، نوره يظهر من خلالك فيبدد كل ظلمة. الأمر محتاج صلاة يا سندي. أمين. الأمر محتاج صلاة إن الكنيسة تصحى، الكنيسة تصلي، الكنيسة تقف قدام ربنا، نور المسيح يظهر على الكنيسة، فالكنيسة تبقى مؤثرة وتغير الكثير. أمين. هو نوت أحبائنا اللي احنا كنا بنتكلم عليه وهنفضل نتكلم عليه خلال الحلقات اللي جاية. احنا قدمنا الدعوة للمرة اللي فاتت، وبشكر الرب لأجل حادث البطرسية، لأن هو دوت اللي نبه عيوننا إن احنا سكتنا كتير، وده اللي نبهنا إن احنا ككنيسة كنا قافلين أسوارنا فترة طويلة. الكنيسة بتقدم كل يوم شهداء. أمين. احنا مؤمنين إن اللي مؤيد الكنيسة، اللي بيخليها تقيد نورا، يعني اللي هي تكون حقيقي نور، هم دم هؤلاء الشهداء. ولكن هؤلاء اللي ماتوا ليهم علينا احنا كمان حق، اللي ماتوا في سبيل اسم المسيح مش عايزين دمهم يروح، ومش عايزين احنا لا ننادي بالقصاص ولا ننادي بالدمار الآخر. بالعكس، كل أثبتوه أحبائنا أهالي كل الشهداء إن هما بيتمنوا كل الخير للعالم اللي حواليهم، منهم القاتل أو اللي قتل ولادهم. فده الرسالة الحقيقية، ودي الرسالة اللي احنا بنتكلم عليها، ودي الرسالة نفضل رافعينها. النور مش لازم يستخبى. أنا عارفة إن إحنا ابتدينا، خليني أقولها بكل وضوح، خليني أتكلم بكل وضوح. اللي حصل في الكنيسة البطرسية سببه فكر انتشر، فكر سيطر، فكر قاد للقتل. مش عاوز أقول نور لكنه كان ظلمة. إحنا عندنا النور، مش هنسكت. إذا كان الشيطان بينشر أفكاره وإحنا واقفين ساكتين، النهاردة أنا بعلن اليوم يوم بشارة، اليوم يوم بشارة، لن نصمت، لازم نظهر نور المسيح، لن نقاوم الفكر بالفكر. إحنا مش هنجيب سيف، لأن المسيح ما اداناش سيف. المسيح ما قالش لا تقاوم، قال لنا لا تقاوم الشر بالشر، لكن قاوموا الشر بالخير. في فكر مظلم محتاجين نرد عليه بفكر ينور. احنا بنقول لكل العالم الفكر المظلم قاد لكده. احنا بنحط يعني صورة البنوتة الملاك اللي راحت السماء قدام ضمير العالم عشان نقول شوفوا الفكر اللي قاد لقتل هذه الطفلة بدم بارد، شوفوا الفكر اللي قاد ايضا لمقتل محمود. انا يعني انا صعبان علي، عنده ام وعنده، وعاوز اقول ان هو ضحية بسبب فكر. خلونا نقاوم الفكر بفكر، باننا ننشر نور المسيح ونقول للناس مش هي دي رسالة السماء، مش هي دي رسالة السماء اللي بتحس على القتل والكراهية، مش دي رسالة السماء. اي سماء؟ اذا كانت دي السماء وما الجحيم شكله ايه؟ اذا السماء جت برسالة قتل بهذا المنظر، امال لو الجحيم حب يبعت لنا رسالة هيبعت لنا رسالة شكلها ايه؟ لكن رسالة السماء المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. من فضلكم انشروا رسالة السلام، من فضلكم خلوا الفكر اللي ينور يشرق علشان يكشف كل ظلمة ويبدد كل ظلمة. سامحوني إذا كنت انفعلت، لكن حلقتنا النهاردة حلقة عجيبة. عاوزين نتكلم عن رئيس السلام وناس مقتولة وطفلة مقتولة حطيت صورتها وكتبت على الأرض السلام، والنهاردة بوضح ده حصل لأن الناس ما خضعتش للمسيح.
ده حصل لأن الناس رفضت السلام وفضلت شيء تاني. لكن لو كانت الناس خضعت لرسالة المسيح، لو الناس قبلت رسالة المسيح، هيبقى على الأرض السلام. لكن لو الناس رفضت رسالة المسيح، يبقى عليه العوض وضاع السلام. أنا بتأسف إن أنا أقول إن وقت حلقتنا قارب على الدقايق اللي أقل من دقيقتين، فياريت تلبط الصلاة تكون يعني أحبائنا اللي شاركونا على الفيسبوك نظرا لعطل فني حصل على الفيسبوك، فكل تلبط الصلاة يعني هتذكر منها اللي حاولت أقرأ في وقتها. لكن بقيت تلبط الصلاة مع حضرتك يا دكتور. صلاة من أجل مينا وكرولوس ومارينا. وفاء عندها صلاة من أجل ابنها، عمل عملية كبيرة، ربنا يشفيه. شمس طلبة صلاة لأنها واقعة من أجل لانا، وقع وسنه كبير. وصلاة من أجل ميرا وكريستوفر. سامي طلب صلاة من أجل مشاكله المادية. بسيمة طلبة صلاة عندها مشكلة في المعدة. مادلين طلبة صلاة من أجل مرسى، مينا ومريم. مينا ربنا يحفظهم، احنا صلينا من أجل كل ولادنا. جريس طلبة صلاة من أجل كريستين ودان ولارا وكليرا وعنان. ناتالي طلبة صلاة من أجل نيكولاس وإسراء ونور وسرور وأولاده. طلبت صلاة من أجل بنت الرب عندها ورم، أنا مش عارف ورم فين، وحساسية، وطلبة صلاة من أجل خلاص أبنائها. جينسن طلبة صلاة من أجل طفل عنده سرطان وليس له علاج. الحقيقة طلبات الصلاة كتير مش قادرة أكمل. تعالوا نحط طلبات الصلاة في الدقيقة اللي فاضلة قدام الرب ونقول يا رب مدي إيدك وتمجد. يا رب ملناش غيرك، يا رب ملناش غيرك. خلي هؤلاء يحتفلوا يا رب بميلادك وهم فرحانين لما تجيبهم من السماء يا رب وتصنع معجزات معاهم. يا رب نؤمن أنك أنت الإله صانع المعجزات يا رب. تعال فرح يا رب، تعال فرح، تعال يوم الاحتفال بذكرى ميلادك فرح يا رب، فرح الحزانة يا رب، فرح المرضى بالشفاء يا رب، فرح الناس اللي عندهم مشاكل يا رب بحل المشاكل بطريقة معجزية، فرح المقيدين بالحرية. اسمع واستجيب، نرفع صرخات عبيدك أمامك يا رب، واثقين أنك بتسمع وتستجيب، ولك كل المجد. أمين أمين. حب أنا بنفتكر كل طلبات الصلاة اللي توجهت لنا على الفيسبوك لأجل كل حد عنده امتحان، لأجل كل حد بيعاني من مرض خطير وطالب صلاة، لأجل أحب أنا اللي طلبوا صلاة لأجل الفترة العصيبة اللي بيمروا بيها، سواء كانت ماديا أو كانت وقت يعني بمعنى وقت اقتصادي صعب. أحبائنا احنا بنتذكر كل هذه الصلوات في خلال الأسبوع، بنقدمها وبنحطها قدام الرب. لكن برجع وأذكر موضوع حلقتنا النهاردة كان على الأرض السلام. صلاتنا إن كل حد فينا يكون حامل لرسالة سلام، حامل للمسيح، عاكس للنور الحقيقي، عاكس للحب الحقيقي، عاكس للعطاء الحقيقي. رسالتنا احنا نكون نور، النور يشرق في الظلمة. احنا النهاردة مسيح صغير على الأرض. كل حد فينا لو ما أديتش أنت دورك مين هيأديه؟ المسيح بالفعل جاء للأرض وكان هو النور وعطانا السلطان أن نكون النور. أرجوك وأرجوك هتفضل رسالتنا في قوة الصلاة مرفوعة، كون أنت بوء للمسيح، كون أنت يوحنا تاني بتعلن مجيء الرب وبتعلن حب الرب وبتعلن خلاص الرب لكل اللي حواليك، لكل المفاهيم المغلوطة حوالينا إحنا مسؤولين عنها. أحبائنا كل سنة وانتوا طيبين، نشوف كل اللي تراس السنة وبنعيد عليكم كلكم. وأتمنى أن سنة 2017 تكون محملة بخير وسلام ونور. سلام. تعبان أنا ومكسور وانت الشفاء في إيديك، مهموم أنا وبرمي كل همومي عليك، محتاج أنا وعشمان الاحتياجي فيك، وفي احتياجي وضعفي برفع صلاتي ليك، وأنا بصلي واقف على الباب ومستنيك
للحياة.